شمال محافظة البصرة، حيث قضاء المدينة تلك المنطقة التي تجود بما قيمته ثلث إنتاج البترول العراقي. لكنك لا تجد ما يشير إلى هذا الثراء وأنت تجوب شوارع وأزقة القضاء، فيما تشح عليهم الحكومة بمستشفى تجاوزت مدة إقامته على 10 سنوات. هاي المنطقة اللي هي قطعة الأرض مخصصة إلى وزارة الصحة، من 2010 كان المفروض يشيد عليها مستشفى 200 سرير لقضاء المدينة. المدينة خلي الحكومة المركزية تعرف شنو قضاء المدينة بالبداية. قضاء المدينة عبارة عن قضاء يحتوي على 460,000 نسمة، من ضمنهم 800 شهيد. ال 800 شهيد وتقريبا بال 740 جريح. لو كل 4 شهداء بسرير واحد كان من المفروض هذا المستشفى يشهد من 2014. لو كان هناك دولة مؤسسات ما كان حملنا الفضائية مشكورة فضائية دجلة للحضور لهذا المكان، ولكن فقدان دولة المؤسسات أدى بنا إلى هذا الوقوف. فيما يتظاهر الأهالي احتجاجا على إيقاف مشروع المستشفى الياباني بعد نقله إلى محافظة أخرى من جانب، وعدم إدراجه في موازنة العام الحالي من جانب آخر. هذه الوقفة الثانية للمطالبة بإدراج مشروع مستشفى قضاء المدينة 200 سرير، والذي هو أساسا ضمن القرض الياباني، والذي كان يفترض أن يكون منفذ منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن للأسف هناك ربما أسباب خفية أو أسباب لا يمكن التحدث بها همش قضاء المدينة، بينما نفذ هذا القرض أو المستشفيات في مناطق أخرى من العراق. المتظاهرون يسلمون 3 مذكرات احتجاج لأحد النواب الجدد، متأملين وصولها إلى مجلس النواب لطرح مشكلتهم وإيصالها إلى أعلى المستويات. حضرت ممثلا ومديرا لمكتب النائب عدنان الجابري، هذه الطلبات تصل إن شاء الله إلى السيد النائب، وتتم مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية التي هي دولة رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب العراقي وأعضاء مجلس النواب العراقي. 10 سنوات على هذه الأرض القفراء لا تحولت إلى مستشفى عن طريق القرض الياباني ولا عن طريق الموازنة الاتحادية، فهل سيبقى أهالي قضاء المدينة يستعينون بالمستشفى التي تبعد عنهم أكثر من 100 كيلومتر؟ لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.